اسم جمال بيبي الكامل ايه؟ جمال عبد الناصر. الحمد لله على السلامة يا جمال بيه. الله يسلمك. محسن بسيوني مدير مكتب معالي السفير. اهلا وسهلا. سيادة السفير منتظر سعادتك. اتفضل يا فندم. اتفضل. اهلا اهلا جمال بيه. الحمد لله على السلامة. الله يسلم سعادتك. اتفضل استريح. ها؟ أعتقد الرحلة كانت مريحة، المسافة قريبة. ساعة، مش أكثر من ساعة. اتفضل. الحمد لله يا فندم. الحمد لله. إيه مالك؟ شكلك مجهد. في حاجة ضايقتك؟ لا يا فندم، لا. بس سعادتك عارف دي أول مرة أجي فيها هنا. يعني مسألة مش سهلة برضه يا فندم. الخطة الأولانية سعادتك. ده كان نفس شعوري أول يوم استلمت عملي هنا في السفارة. إنما في الآخر إحنا بنأدي رسالتنا يا جمال. تمثيل مصر في أي مكان في العالم شرف وواجب وطني كبير، حتى لو كان في تل أبيب. وبالوقت هتاخد على الجو هنا. أنا عاوزك تستقر وترتاح عشان تستلم عملك فورا هنا. ناجي بيه عطا الله الملحق الإداري في السفارة هنا هيخلص لك كل أمورك الشخصية. راجل حبوب قوي، نشيط وذكي. أنا متأكد إنكم هتبقوا أصحاب. إن شاء الله يا فندم. هو سعادتك خارجية أصلاً ولا كان من هيئة الاستعلامات؟ لا ده ولا ده. كان ضابط جيش وتقاعد. وبقاله فترة هنا معانا في الخارجية. بس إيه؟ أثبت كفاءة عالية جداً. وعنده قاعدة علاقات هنا قوية جداً. والسفارة بتعتمد عليه في شؤون كتيرة. اتفضل. خير يا محسن، في إيه؟ لا يا فندم مفيش حاجة بس. اتكلم يا محسن، جمال بيه خلاص بقى واحد مننا. حاضر يا فندم. يا فندم النهارده 4 في الشهر، مفيش حد في السفاره قبض، المرتبات لسه ما جاتش. وايه الاخر المرتبات؟ ناجي بيه يا فندم، كل يوم يقول لنا بكره. يا فندم الناس عندها مصاريف كتير وايجارات. لا اكيد في حاجه. عموما ابعت لي ناجي بيه، انا عاوزه. حاضر يا فندم، بس يا فندم الاستاذ سراج الصحفي قاعد عنده في المكتب وكان عاوز حضرتك. اوكي، بعت لي ناجي بيه وبعدين سراج. حاضر يا فندم. يلا مع السلامه. بقول لك، مرة واحد يهودي راح فرنسا وتعرف على واحدة فرنسوية، قضى معاها ليلة واداها 50 يورو. تاني يوم قضى برضه ليلة واداها 50 يورو. تالت يوم برضه قضى الليلة واداها 50 يورو. رابع يوم برضه اداها 50 يورو. الولية انبسطت منه قوي، قالت أنا حبيتك يهودي وكريم ب2 يورو كده مرة واحدة. وعلى فكرة أنا عمتي ساكنة عندكم في تل أبيب. قال لها ما هي اللي بعتلك ال200 يورو. ها؟ اوكي. اجد لخا بدي حارت ببقشاها بار. لا 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 ما شاء الله يا ناجي باشا، ده انت بتتكلم العبري احسن منهم كمان. يلا استاذن انا بقى. ايه على فين؟ رايح اعمل حوار صحفي دلوقتي مع نتنياهو. اعوذ بالله، الراجل ده ما بينزلش من الزور، الله يكون في عونك. عارف اكتر حاجه عجباني فيك ايه يا ناجي بيه؟ انك عارف الناس دي كويس قوي ومع ذلك بتعرف تتعامل معاهم. انا بقالي 20 سنة باجي هنا اعمل حوارات وموضوعات صحفيه للجورنال ومع ذلك مش قادر. نفس الخنقه اللي جاتني اول يوم وصلت فيه تل ابيب هي اللي جوايا بعد 20 سنة. انت مش كان في جريده هنا كانوا عايزينك تكتب فيها وعرضوا عليك مبلغ كبير؟ ايوه، جريدة معاريف. وعملت ايه معاهم؟ رفضت طبعا. رفضت ليه؟ انا ضد التطبيح. ناجي بيه، بعد اذن سعادتك. ايه في ايه يا محسن؟ سيادة السفير عايز سعادتك. انا عارف يا سيادة السفير، هتكلمني عن مرتبات. النهارده على اخر النهار كله هيكون قابض. اصل البنك هنا بعيد عنك.
الفلوس تخش بمنتهى السهوله، تيجي تطلعها عقد الدنيا وشغلانات واجراءات. انا لولا قاعد على دماغهم كنا قبضنا كل شهرين. اوكي ناجي بيه، اوكي. انا عاوز اعرفك على المستشار الاعلامي الجديد في السفاره، جمال بيه، جمال عبد الناصر. مين سعادتك؟ جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر هنا في تل ابيب؟ يا نهار اسود، وده داخل ازاي؟ طب السادات قلنا معقوله، انما جمال عبد الناصر كمان. اهلا جمال بيه. اهلا بيك يا فندم. يا ترى المدام والاولاد جم معاك؟ لا يا فندم، انا هقعد شويه لوحدي كده لحد ما اخد الكو وبعدين ابعتك. ناجي بيه همتك معانا، عايزين جمال بيه يسكن جنب السفاره بقدر الامكان. السمسار اللي احنا رايحين له ده اسمه روني بتال، عنده مكتب هنا وبيشتغل مع السفارات، بس شغله مع السفارات كلها كوم وشغله معانا كوم تاني. ده سرحان فيه ايه؟ فكاه جمال بيه، فكاه. انت لسه قاعد 4 سنين، هتنكد على نفسك من دلوقتي؟ فاحنا ننكد على ابوه. فكاه فكاه. مستر ناجي. اهلا مستر ناجي. اسمع دي، بقول لك مره واحد يهودي قالوا له لو الدنيا بردت هتعمل ايه؟ قال لهم هقعد جنب الدفايه. قالوا له طب لو بردت اكتر؟ قال لهم هقرب اكتر من الدفايه. قالوا له طب لو بردت اكتر واكتر؟ قال لهم هلزق في الدفايه. قالوا له طب لو نزل تلج؟ قال لهم هشغل الدفايه بقى وامري لله. بص يا روني، مستر جمال يبقى ابن خالتي، عايز له احسن شقه في تل ابيب بس بسعر حنين. ازاي مستر ناجي احسن شقه في تل ابيب ويكون سعره حنين؟ لا لا لا، تيجي ازاي دي يا راجل؟ ده انا جايب لك 30 زبون لغايه دلوقتي، لما اجي اقصدك في خدمه تطلع ندل كده؟ بلاش الشغل بتاعكم ده. انت كل واحد تجيبه تقول ده ابن خالتي، ده ابن خالتي. انا اصل خالتي كانت ولاده، كانت بتولد توأم كل 9 اشهر. بقول لك ايه، ما تديله الشقه اللي قدامي. لا 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 لا، دي شقة غالية كتير. هتغلى عليا أنا برضه يا روني؟ ما تصفنيش بقى قدام ابن خالتي. خلاص، أعمل لك خصم 5%، ده عشان خاطرك أنت بس. 5% ده خصم برضه؟ أنت بتقطع من لحمك الحي يا راجل أنت. بلاش الشقة دي، شوف غيرها. لا، إحنا هناخد الشقة دي بقى، وحر ونار في جتتك. وما هتعقد. اسم جمال بيه بيتكمل ايه؟ جمال عبد الناصر.